تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. طبعا البرنامج مثل ما نقول دائما حلقة وصل ما بين الهيئة والمستمعين، اللي عنده أي اقتراح، عنده أي نقد بناء، عنده أي ملاحظة ممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجال مفتوح قدامكم. أرقام التواصل بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور محمود، صبحكم الله بالخير في هاليوم الجميل. وسامحوني ما كنت معاكم أنا في الأيام اللي طافت، بس مسامحين مش... أنت مسامحني أكيد صح محمود؟ مسامحني زين. صبحكم الله بالخير ونور السرور، بس لا تطبين علينا تي فجأة يعني مرة واحدة، خبرينا قولي لنا أنك جاية. انذار مسبق أنا بطب عليكم في الإذاعة. زين، أرقام التواصل معنا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي فاينالي وأكاونت نور دبي على الانستغرام، وتواصلوا ويانا، اعطونا ملاحظاتكم. شكركم، عندكم شكر، عندكم ملاحظات، شكاوى، اي شيء طرشوا لنا. شكر ما نبغى، قول شكر بعدين شكاوى، مو مشكله. احنا فاتحين باب حتى للشكاوى، بس نتعلم ثقافه الشكر. اي رحت اي مكان عيبتك، اي خدمه، اي موظف، اشكروا تحت اللي هو على كيفكم، على اللي هو اللي عنده اي ملاحظه او نقد بناء يساهم فيه ويتصل فينا. ها كله تبغين شكر؟ شكر لا، ما شيء ملح عطوه. أنا الشكر هو بيسلم شكاوي. إذا ناخذ أسمى الجناحي، لأن أسمى الجناحي يعني هارين هالشكر. ها أسمى على السوشيال ميديا. الله أكبر، الله أكبر. صباح الله بالخير يا أسمى. صباحكم الله. آه منو شكرتي؟ لا لا، أول شيء قولي منو شكرتي يا أسمى؟ أنا يهمني هالنقطة. لا هو كان يطنز على فكرة. صدق؟ أوكي الله يسامحك. رمضان جاي. إذا قولي لي يا أسمى شو رسالتنا اليوم؟ في أكثر عن شيء، ما زلنا نحتفل بيوم التمريض العالمي لأن ملائكة الرحمة زي يسمونهم فعلاً جهودهم وايد كبيرة، وبدونهم لا العمليات تسوي ولا الرعاية بتتم، وما شاء الله عليهم. غير هذا عندنا في مركز الإخواني إن شاء الله باكر راح يكون في محاضرة وحملة تثقيفية عن مرض ارتفاع ضغط الدم، يكون من الساعة 9 إلى الساعة 1، فنتمنى اللي موجودين قريب مركز الإخواني يجون ويأخذون استشارات بخصوص مرض ارتفاع ضغط الدم. وهذا بمناسبة يوم ارتفاع ضغط الدم العالمي، حتى ضغط الدم عنده يوم عالمي. هي والله كل شيء له يوم عالمي. من دخلت الهيئة وهي كلها تشوف أيام عالمية كلها بالصحة. الكالندر مالك مثبت على الأيام العالمية أسمع، أعتقد متروس، يوم السكر، يوم المرضات، يوم الطبيب، يوم العامل، يوم الشجرة، كلها كلها في أيام. متى يوم الرجل؟ شهر 11 محمود، شهر 11 9 يوم عيد ميلادك صح؟ لا عقب يومين. عقب يومين؟ زين نحتفل مرة دايما الرجل. بعد زين، جزاك الله خير يا اسماء. شو الرسالة الصباحية؟ هي لا تنتهي الدنيا بالفشل بل بالتوقف عن الحلم والعمل، اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوة نحو النجاح. بس في شيء بقوله، كان تقول دكتورة ندى ثقافة الشكر، فعلا نحن عندنا يعني في شيء فكرة خاطئة، الناس عندها ثقافة الشكوى بس ما عندها ثقافة الشكر. صحيح يا أسماء. الحمد لله نحن عندنا في الهيئة في وايد ناس تشكر، لكن حتى أحيانا الواحد يقدم الملاحظة. يعني عطوا ملاحظة بطريقة
زينة بطريقة بدون ما نسب ونقذف ونغلط على اللي يشتغل. في النهاية في أطباء يشتغلون ليل نهار لتوفير الخدمة، توفير هالعمل الإنساني النبيل. وأسوأ بس بزيد نقطة، لاحظ المتعامل إذا عنده شكر يقول يدور شوي ما أعرف وين يقدم يروح، بس عنده شكوى بيطلع من تحت الأرض وين يقدم الشكوى. إذا ولا شيء يقول لك عقب ترى واجبكم، هي صحيح واجبنا بس بعد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا يعني إلى حد ما أختلف معاكم بشكل أو بآخر، واتفق بعد كذلك في نفس الوقت. لا لا نحن ما عندنا مشكلة، اللي عنده أي ملاحظة يقدمها، لكن بدون ما نغلط ونسب. صحيح. يعني الشتم هذا يعني لا من أخلاقنا ولا من ديننا. صحيح. أكيد أكيد يا أسماء. غير هذا في أشخاص يعني يقدمون شكاوي ونشوفهم يعني ما شاء الله مسوين ذو بعض، لما نكلمهم ونتواصل معهم يقول أوه كنا نمزح ما كنا نعرف بتكلمونا زي والكلام اللي صح صح. في ناس والله ما توقعنا تتابعون الشكوى. صحيح. هاي صارت أكثر من مرة يعني 15 تويتة هو شوفي يا أسماء أنا يمزح. صحيح. أنا أتفق معك يعني في بشكل أو بآخر واختلف كذلك، ولكن في النهاية نحن نتحدث عن أنظمة موجودة استحدثتها الحكومة بشكل أو بآخر للتواصل مع الجمهور، للتعريف بالخدمات اللي تقدمها الدوائر الحكومية، وكذلك لاستقبال اقتراحاتهم ملاحظاتهم، وأيضا النقد البناء. دائما نركز على النقد البناء اللي يساهم في يعني تطوير خدمات اللي تقدمها الحكومة بشكل أو بآخر. ونحب نقول إحنا نستلم الملاحظات على سناب شات، أيضا على تويتر، إنستغرام، فيسبوك، على كل قنوات التواصل الاجتماعي اللي فيها خاصية إنهم يقدرون يكلموننا فيها. نحن نستقبل كها شكاوي حتى على سناب شات ونوصلها للأقسام المختصة. صحيح. شاكرين لك يا أسماء الجناحي. شكرا لك يا أسماء، نهارك سعيد. بالتوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. طيب أسماء من النوع اللي تقعد ما شاء الله عليها وايد على السوشيال ميديا وقدام شاشات الكمبيوتر وشاشات التليفون، ولكن عندنا رسالة تقول أو دراسة إن حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال المراهقين من أن الجلوس أمام الشاشات مدة 3 ساعات أو أكثر يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال. وأوضح الخبراء أن الجلوس فترات طويلة أمام شاشات الحاسوب والهاتف والحواسب الجوالة يتسبب في نشوء عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكري، مثل زيادة الوزن، مقاومة الإنسولين اللي يحدث عندما تتوقف الخلايا عن الاستجابة للإنسولين، وهو الهرمون اللي مثل ما نعرف أنه يفرزه البنكرياس للسيطرة على مستويات السكر في الدم. الباحثون قاموا بتقييم عينة من نحو 4500 طالب من سن 9 و10 في 200 مدرسة مختلفة، حيث توصلت الدراسة إلى أنه كلما طال وقت الجلوس أمام هذه الشاشات زادت الآثار السلبية على الجسم وعلى الدهون وعلى دهون الجسم. وبناء على ذلك تنصح الرابط الألمانية الوالدين بالحد من أوقات جلوس الأطفال أمام الشاشات لتجنب المشكلات الصحية المستقبلية. نحن عيزنا ونحن نقول لا تخلونهم يسون وايد على الآيباد وعلى الشاشات وكذا، لكن لا حياة لمن تنادي. كم مرة قلنا حتى في صحة وسعادة برنامج التلفزيوني محمود الفلارات نقول كذا مرة، نقول أكثر من ساعتين يوميا لا ينصح فيه يا أمهات يا جميلات، وكذا مرة قلنا في البرنامج الإذاعي بعد. طبعا احنا كنا نتكلم عن سالفة النظر، آلام الرقبة، التوحد، تأخر النطق، وكل هذا احنا نشوفه حتى صار مرتبط بالسكري، معناه ان هالأجهزة لها خطر على صحة أبنائنا. فما علي نتعب زيادة شوي معهم ولا نعرضهم لأمراض مستقبلية يباه لها علاج طويل. طيب دكتورة، يعني أنا قاعد أدور على خبر البارحة قريته بعد في صحيفة البيان، لكن للأسف مو بقادر أحصله، بحاول أن أنا أطلعه، لكن إلين ذاك الوقت أبغيك بس تخبرينا عن بعض المخاطر التي من وراء شو اسمه الأجهزة اللوحية. هي طبعا ترى حصلنا هذا، حصلت الخبر، حصلته، قول لي الخبر. خلي يفتح بس ما تسمعون ليش يا جماعة الخير؟ أشوف حد يقول لي ما نسمع على ليش، شو علاقة التلفاز بالسكري؟ ترى قرالكم محمود في الدراسة اللي كان عنده الحين إن تأثر في عمل الإنسولين في الجسم، فالقعدة ساعات طويلة ممكن تأثر في عمل الإنسولين وبالتالي تسوي اختلال السكر.
نحن وصلنا على الفاصل، ولكن بقرا الخبر على السريع، شو رايك عيسى؟ يلا اقرا الخبر. على كيفي. طيب اليوم مستوي زين. يقول لك يحتار كثير من الرجال لعدم تغلبهم على الشحوم الزائدة، وخاصة في منطقة البطن والمسمى الكرش، ومثل ما يقولون الزلمة من غير كرش ما يسوى إرش. عموما رغم محاولاتهم بشتى الطرق التخلص منه، وأول ما يلجأ إليه هؤلاء الرجال هو تغيير عاداتهم الغذائية والتقليل من أكل اللحوم والأطعمة الدسمة وممارسة التمارين الرياضية، لكن كل ذلك دون جدوى ودون أن يحصل على جواب شافي ليه حيرتهم. لكن فريقا من الباحثين الأمريكيين توصل مؤخرا في دراسة نشرت نتائجها على موقع ساينس ديلي العلمي الأمريكي إلى أن هناك أنزيمة محدد في الحمض النووي يؤثر على عملية الاستقلاب وهو المسؤول عن ذلك. وحسب تقرير لموقع شيرن الألمانية فإن هذا الأنزيم يزداد نشاطه مع التقدم في السن ومع تراجع نشاطات عصيات الميتوكوندرين الموجودة في الخلايا والتي تحول الغذاء إلى طاقة. طيب أنا ليش أقرأ هذا الخبر؟ لأن قامت تتيلي مجموعة كبيرة من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات مربوطة بشهر رمضان المبارك على أساس تخفيف الوزن. يا جماعة رمضان رجيم طبيعي ما يحتاج منتج، والله ما يحتاج، لو نظمت أكلكم ما يحتاج أي منتج يساعدكم ولا حبوب ولا غيره، روح ينزل وزن، المفروض ينزل وزن في رمضان. طيب عموما صباح الخير لدولة الإمارات، شكرا لكم، البرنامج جيد مميز، والله يعطي الدكتور الصحة والعافية. فاصل ونواصل. عصب عيسى، شوي لازم وصل اللمت عشان يعصب. عموما عيسى سبيل موجود معنا في الإخراج، وأيضا ميرا الغفلي في التنسيق. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا عموما عندنا اليوم العديد من المواضيع اللي بنتكلم عنها في موضوع خاص بعيادة أمراض الرئة والجهاز التنفسي للأطفال بمستشفى لطيفة، والتي تعد العيادة الوحيدة على مستوى الدولة اللي تقدم خدماتها التشخيصية والعلاجية للأطفال المرضى اللي يعانون من مشاكل في الرئة والجهاز التنفسي بشكل عام. طبعا هي العيادة يعني مثل ما قلنا الوحيدة اللي تقوم بإجراء عمليات تنظير القصبات الهوائية للأطفال منذ الولادة. ما نتحدث عن هذه العيادة والخدمات اللي تقدمها للمرضى، معانا في الاستوديو منو؟ الدكتورة فاطمة الجاسم، استشاري أمراض الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفى لطيفة. صباحك الله بالخير دكتورة فاطمة، نور الاستوديو. صباح النور، يسعد صباحكم ومنور بأصحابه مثل ما يقولون. خليج الله يسلم. تعطيني دكتورة فكرة عامة عن العيادة والخدمات اللي تقدمها للمرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء ببتدي بثقافة الشكر اللي ضربتوا عليها من شوية. احنا في اختلاف وجهات النظر، هاي ملح البرنامج الاختلاف في وجهات النظر. حلوين وانتو كذي. طبعا الاختلاف ما يفسد من الود قضية يعني. أحب أشكركم على هاي الدعوة والاستضافة الكريمة. شكر خاص لإذاعة نور دبي على البرامج المفيدة اللي تقدمها اللي تنور فيها فكرنا وحياتنا. وطبعا شكر كبير لهيئة الصحة في دبي على جهودها الحثيثة، في الحقيقة لازم نذكر هذا الشيء، أنها تقدم خدمات متطورة وتجتهد وتسعى أن تقدمها لجميع المقيمين على أرض هذه الدولة العزيزة. بالنسبة لعيادة أمراض الرئة والجهاز التنفسي للأطفال، أحب أنوه أن هذا التخصص خصوصا عند الأطفال تخصص نادر جدا عالميا، وطبعا في الأخص في بلادنا العربية. التخصص يتطلب مجهود ويتطلب وقت، والحمد لله يعني بكرم وفضل من رب العالمين ودولتنا وشيوخنا أنا حصلت على هذا التخصص ورجعت أخدم بلدي وهيئة الصحة.
العيادة هي عيادة أمراض الرئة والجهاز التنفسي، وهي موجودة في مستشفى لطيفة، بس تقدم خدماتها لجميع مستشفيات الهيئة، لمستشفى دبي وحتى مستشفى راشد في بعض الحالات النادرة. من اسمها عيادة أمراض الرئة والجهاز التنفسي، تشمل أو تساعد أو تخدم المرضى اللي عندهم أمراض في الرئة وفي الجهاز التنفسي. ممتاز. وطبعا المرضى ممكن تكون حالاتهم بسيطة، مثل حالات الالتهابات الفيروسية اللي هو رشح، وتندرج طبعا إلى الحالات الصعبة والحالات النادرة، وعندنا الحالات الوراثية اللي شوية علاجها أصعب، واللي إذا ما بدينا علاجها من البداية ممكن تدخل في مضاعفات يعني لا يحبذ تدخل فيها، وممكن تؤدي إلى الوفاة، وهذه لها تكون حالات مزمنة وعلاجها تطول. فهاي فكرة بسيطة عن العيادة. طيب دكتورة، أنا عادة نحن دخلنا في الموضوع على طول، حد يسأل يقول دكتورة متى تعتبر كحة الطفل دليل خطر، قصد الكحة اليومية؟ سؤال ممتاز، وأنا أحب أتكلم في هذا الموضوع، لأن أتينا حالات وايد يعني تشغل من وقت العيادة ومن وقت الدكتور، خصوصا أن هاي العيادة نادرة ووحيدة، فواحد يبغى يقدم خدمات للفئة اللي فعلا محتاجة. الكحة تكون بسيطة وعادية، اللي هي تكون مرتبطة بالرشح، يعني أنا عندي زكام بسيط وكحة، الكحة ما تتجاوز مدتها أكثر من شهر، هذه تعتبر كحة. والكحة عبارة عن ردة فعل من الرئة، تخبرني أن الرئة تخبرني أن أنا فيني شيء، وهذا الشيء أنا أبغي يظهر مني. يعني مثلا أنا أخذت رشح أو في فيروس، دخل الفيروس في رئتي وسبب لي مشاكل، فأنا كح على أساس أن ومن الفضلات اللي موجودة. فإذا الكحة ما طولت أكثر من شهر أو شهر ونصف بالكثير، معناته هذا يعني رشح طبيعي عابر سبيل يجي ويروح، ويعني الفيروس معروف أنه ما له علاج، بس أخذ علاج للأعراض. لكن إذا طولت أكثر من شهر واستمرت شهرين وثلاثة، فممكن يكون هذا دليل على شيء في الرئة غير طبيعي. صحيح. ونحتاج إلى تشخيص. عندك فانز دكتورة ما شاء الله، كاتبين حبيبتي دكتورة فاطمة منورة، ولكم منك كل شكر، proud of you دكتور فاطمة، هذه حصة الكيتوب كاتبها لك. إنزين، نتكلم عن التجهيزات أكثر بشكل مفصل، متوفرة عندنا في العيادة دكتورة؟ الخدمات والتجهيزات اللي متوفرة إحنا، أول شيء العيادة يعني عندنا عيادتين في الأسبوع، بس هم مقسمات على حسب الأمراض والمرضى اللي موجودين عندنا. عندنا عيادة تخدم مرضى الربو فقط، اللي كثر وكبر عددهم المتواجد عندنا في البلاد. عندنا عيادة تشمل الحساسية وأمراض جهاز المناعة. عندنا عيادة تشمل الأمراض الوراثية والأمراض الخلقية، وبالذات مرض التليف الكيسي الرئوي اللي موجود بس عندنا في مستشفى لطيفة، اللي هو سيستيك فايبروسيس، اللي هو سيستيك فايبروسيس بالإنجليزي بالضبط. وعندنا عيادة تخص الأمراض المكتسبة والأمراض الخلقية، مثل الخدة جلين والدون بدري، وعندهم الرئة غير مكتملة وما تكون مهيئة أن تقوم بوظيفتها، فهذه اللي شوية تكون عندهم مشاكل في الرئة لفترة من عمرهم، وبعدين يعني تتحسن أو حتى تروح. دكتور. والخدمات اللي موجودة يعني عندنا الخدمات اللي نقدمها لمرضى الربو من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم، لأن مثل ما نعرف أن الربو مرض مزمن ويطول شوية، فنأهلهم وندربهم على أساس أن كيف يتعاملون مع الربو عامة، وكيف يتعاملون في الأزمات مع الربو. عندنا خدمة فحص النفس أو فحص وظيفة الرئة مثل ما يسمونه، من خلال جهاز يقيس لنا وظيفة الرئة ويقولون لنا بالضبط يعني الرئة كيف تعمل بنسبة كم. عندنا العلاج الطبيعي اللي يساعدونا فيه إخواننا مال أخصائيين العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل الرئة وأن تقوم بوظيفتها مرة ثانية بشكل كامل.
عندنا كذلك خدمات التنظير اللي هي مناظير الرئه. عندنا يمكن خدمات ثانيه، عندنا خدمات فحص النوم للي عندهم اضطرابات النوم كذلك. يمكن ما تحضرني كل الخدمات، بس يعني مرضى الرئه او امراض الرئه صراحه يعني متشعب وكبير، وفي خدمات وايد. دكتورة فاطمة، أنت ذكرتي عندكم عيادة للربو، طبعا الحين يكون السؤال الأمهات، متى مفروض طفلي يعالج عن طبيب العائلة عادي، ومتى مفروض يتحول على عيادة الربو؟ ممتاز. لما يكون الربو متشخص عن طبيب العائلة، نحن أهم شيء في الربو أن يكون كنترول، لأن مثل ما نعرف أن الربو ما أقدر أقول ما له علاج عشان ما أعقد أمهاتنا، بس هو مرض مزمن، يعني ما في شيء أنا ممكن أعطيه للطفل يشل الربو من جذوره. لكن أنا ممكن أعطيه شيء يخليه يعيش حياة طبيعية، يمارس حياته والأكتيفيتي مالته، ويكون عايش حياته الطبيعية من غير أعراض. لأن لين الحين ما اكتشف الطب علاج يشل الربو تماما، بس ممكن يخليه كنترول. فإذا طبيب العائلة مسيطر على أعراض الربو، طفل عايش حياة طبيعية من غير أعراض، من غير ما يتعب، من غير أي أعراض تعرقل حياته، فخلاص يكمل مع طبيب العائلة. بالعكس يعني يساعدونا ويريحونا، خصوصا هذيل اللي عندهم الربو البسيط، لأن الربو درجات وأنواع وأسباب. فإذا هذا يكمل مع، بس إذا لاحظ طبيب العائلة أن لا، درجة الربو هني شوية أعلى، أنا ما قادر أسيطر على الأعراض، أو مثلا الربو مرتبط بحساسية من الجو أو من الأكل، أو مرتبط بجهاز المناعة، أو في شك حتى في تشخيص الربو، في هالحالة أحول على الأخصائي. مشكورة دكتورة. نحن إن شاء الله منستكمل الحديث معك، هذا الحديث الجميل حول العديد من الأمراض، لكن أيضا يعني في شغلة بسألك إياها شوي بعيد عن الأمراض مال الأطفال، حق الكبار. مسات واحد يسألني يقول لي إذا أنا كنت أدخن وتركت التدخين بترجع رئتي نفس الشيء ولا لا؟ هذا السؤال. إنزين بنجاوب عليه بعد الفاصل، وأيضا بعد الفاصل بعد ما نذهب كذلك لإلقاء الضوء على واحد من الفعاليات الموجودة عندنا في الهيئة، وما نرجع نستكمل الحوار مع الدكتورة فاطمة الجاسم، استشاري أمراض الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفى لطيفة. وعبد الرحمن الحصاي يصبح عليكم، المستمع دايم. وأيضا أرقام التواصل 600551414، وطريق الرسالة النصية على 4006، موجودين على أكاونت هيئة الصحة في دبي وأكاونت نور دبي على إنستغرام DHA_Dubai. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا معاكم نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. ما كانت بترجع والله. أسولف على الانستغرام، اللي ما يتابعنا على الانستغرام تابعونا، ترى في الفاصل يكون في كواليس لطيفة وحوار لطيف وجميل، خصوصا إن شاء الله في رمضان حيكون في حوار لطيف إن شاء الله في اللايف. قبل الفاصل كنت سألت الدكتورة فاطمة عن شو؟ سألتها عن المدخنين إذا يوقفون التدخين، هل ترجع رئة نفس ما هي ولا تتم آثار التدخين؟ طبعا لازم أول شيء عشان نعرف إذا الرئة ترجع لوظيفتها والأثار تروح، لازم نعرف التدخين شو يسوي بالضبط للرئة، من غير أنه يأثر على القصبات الهوائية وشكلها. يعني هي أصلا قصبات مستقيمة طويلة، فممكن يأثر في شكلها وتكون متعرجة، وطبعا يأثر على نسيج الرئة بذاته، يعني ما بيرجع مثل الأول. لحظة، وعملية دخول الأكسجين وطلوع ثاني أكسيد الكربون، عملية الإكسشينج هذه اللي يسمونها، كل ما طولت في التدخين أكثر،
كل ما أخذ وقت أن الرئة ترجع مثل قبل. يعني صحيح. إذا أنا دخنت سنة يمكن يأخذ لي قرابة 10 سنين أن الرئة ترجع طبيعية. بترجع يعني طبيعية وما ترجع؟ هي ترجع. ممكن ترجع. ممكن ترجع. بس المدة طويلة 10 سنين. بس المدة تأخذ وقت لأن الرئة يعني تجدد نفسها. جميل. ويعتمد أنا كيف أهتم فيها. جميل. وطبعا ما بس الإنسان يوم يدخن بروحه، إذا دخن ترى هو ياسي ضر اللي حوالينه. فإذا أنا دخن وعندي أطفال في البيت كأنهم هم يدخنون فأضرئتهم بنفس الطريقة وبنفس الصورة. جميل دكتور، نحن عندنا العديد من الفعاليات اللي تصير الحين في هيئة الصحة بدبي. أنا بس بقطع هذا اللقاء بنتقل إلى يعني احتفالية مركز الإخصاب بمواليد المركز. معانا عبر الهاتف الأستاذة هنا طحوار، مدير مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. صباحك الله بالخير هنا. يا هلا، صباح النور. يا هلا، شحالك محمود؟ الله يسلمك. عاد سامحين ان كان مفروض اخذك قبل، لكن يعني تعرفين دخلت ندى في الموضوع سوت لنا خبصه في الحلقه. كله كله على ندى اليوم. بيطلع الحره اليومين لما جيت اليوم يومي هذا يقول كيف سببت ندى كله تحرك حواجبها. صباح الله بالخير. اهم شيء اختي هنا، شو اخبارك؟ سكتتني يعني على اساس انه خلاص اسكت يا محمود، خلني انا اسال. قولي سيري يلا. طبعا اول شيء حابين نشكركم على جهودكم، وما شاء الله مركز دبي للاخصاب والمرضى النسائيه والاخصاب طبعا غنيه عن التعريف، ما شاء الله جهودكم واضحه وكثير متعاملين يونا ويمدحون في اداء المركز. طبعا عندكم اليوم الشكر والفضل لله. الحمد لله. طبعا اختي هنا عندكم فعاليه جميله وهي احتفال المركز بمواليد المركز، فممكن تخبرينا عن الاحتفاليه؟ نعم، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة اللي هو يوافق اليوم 15/5، ارتعينا أن يكون لنا بصمة وذكرى مجتمعية بالاحتفال مواليد مركز بين الأخصاب والإعلان عن المولود رقم 4300. ما شاء الله. نعم، هو هم أكثر من شيء، بس اللي نحن بنعتمد اليوم 4200 لاحتفال اليوم. نعم، وبنعلن عن اسمه. وبيتضمن هذا الحفل طبعا عدة برامج، منها كلمة معالي حميد القصامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، وبنعلن عن مواليد مبادرة أمل مكرمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لعلاج المواطنين في المركز رقم 100. فحاليا احنا بنكرم اليوم رقم 100 ورقم 1 من مبادرة أمل. هذا مثل شو اسمه أهداف ميسي ورونالدو. لازم ندخل برشلونة في كل شيء. بس حلو إنه يكون كمرجع إن نحن إن رقم 100 من مبادرة أمل معروفة من الطفل، ورقم 100 فهذا بيكون رقم واحد. الحين كم عمره؟ 3 سنين تقريبا، أقل من 3 سنين، لأن المبادرة أطلقت في شهر 5/2013. طبعا منها فتره للعلاج ومنها فتره للحمل، يمكن 2.5 تقريبا. ما شاء الله. يلا الله يعطي الصحة والعافية هنا. ونحن بس نبغي نتحدث عن هذا المركز بشكل سريع، عن الاعتمادات العالمية اللي حاصل عليها هذا المركز، وأيضا بعض الأشياء اللي تبغين تقولين عن المركز على وجه السرعة. تفضلي. إن شاء الله. طبعا مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب أول مركز متخصص لتقديم خدمات علاج العقم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم افتتاحه بناء على توجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة في هيئة الصحة في عام 1991. وبالتالي نجم عن هذا المركز علاج العديد من الجنسيات من الدولة والمقيمين والزوار. فوق 22,000 مراجع أو أزواج مسجلين في مركز دبي للأخصاب. نجم عن هذا العلاج ولادة أكثر من 4200 طفل مثل ما قلنا. حقق المركز العديد من الإنجازات، وعلى رأسها ولادة، سجل باسمه ولادة أول مواليد توائم في عام 92 من خلال المركز لأزواج مواطنين. هذا بالنسبة للتاريخ المركز. وبالنسبة للوقت الحالي حقق المركز إنجازات من حيث إدخال تقنيات مبتكرة للفحوصات الوراثية لتحديد الجين الغير مناسب للإرجاع، وبالتالي ينجم عنا ولادة أبناء أصحاء خالين من الأمراض الوراثية مثل مرض الثلاسيميا وغيره من الأمراض.
أضيف على ذلك طبعا حصولنا على اعتماد دولي في عام 2016 في شهر 3 عزز من مكانتنا كمركز عالمي ومرجع عالمي للمستفيدين من مرضى للعلاج أو من مهنيين أطباء أو فنيين للالتحاق بمركزنا. نحن نتمنى لكم التوفيق وأيضا الدعوة عامة يعني اللي يبغي يحضر الاحتفال اليوم هنا ولا؟ نحن دعينا اللي سويناكم خليها دعوة عامة اللي ونيب هدايا معنا يا ريت والله يعني المكان بيكون إن شاء الله ممتلئ بالعوائل والأسر السعيدة مع أطفالهم بيكون في عدة كاتيجوري من الأتوام والأطفال اللي هم ثلاثة أتوام وطفل واحد حوالي 80 عائلة نحن سوينا وياهم الفورميشن وأبغي أنتهز هاي الفرصة أني أتقدم بجزيل الشكر للجهات الحكومية الراعية اللي هي على مدى 25 سنة تدعمنا في تخفيف العبء العلاج على رعاياها ومرضاها. فعندنا الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية الداعمة لموظفينها فكل الشكر والتقدير لهم. شكرا لك يا دكتورة وأستاذة هنا طحوار مدير مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. وأنا بشرت أي مولود عندكم عنده مشاكل في الجهاز التنفسي ترى ويانا الدكتورة فاطمة الجاسم استشاري أمراض الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي. يا هلا ونباها تثقف الجمهور بخصوص مضار التدخين بعد على زين. إن شاء الله مشكورة مشكورة شكرا لك اليوم سعيد إن شاء الله وخلص الحلقة وزورونا في الله إن شاء الله فارس طيب يا هلا زين. ما نرجع لموضوعنا عن الجهاز التنفسي عند الأطفال اللي عنده أي سؤال على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 واللي موجودين معانا عبر البث اللايف في الانستغرام بعد إذا عندكم أي أسئلة تفضلي دكتورة يا طعنات نحن نرجع للدكتورة فاطمة جاسم استشارة مرضى الأطفال مرضى الرئة والجهاز التنفسي مستشفى لطيفة. إنزين دكتورة أبرز المشاكل اللي موجودة عندنا نحن أنا عارف إن كل مكان جغرافي أو كل بيئة جغرافية لها بعض السمات الخاصة في خاصة في أمراض التنفس أو شيء نحن شو أكثر الأشياء اللي أنتوا تصادفونها تقريبا؟ طبعا أكثر الأمراض التنفسية اللي موجودة عندنا في الإمارات واللي موجودة في العالم مرض الربو. مرض الربو يعد مرض رقم واحد في العالم من الأمراض المزمنة ومنتشر بشكل كبير. طبعا هو له علاقة شوية بالتطور والبيئة وأخيرا بعد اكتشفوا أنه له علاقة بالوراثة. يعني إذا عندي أحد الأبوين مثلا كان عنده ربو أو عنده ربو أو عنده مثلا إكزيما حتى إكزيما بالضبط وعنده مثلا سيلان في الأنف أو مثلا خشم مسكر على طول ممكن يعني نسبة قليلة يورث هذا الشيء للطفل. ولو سمحنا أتوبي يعني يكون عنده حساسية الأنف حساسية الجلد الربو يتوارث في العائلة. يتوارث في العائلة. هل موضوع التحسس الغذائي يؤثر في موضوع أمراض الجهاز التنفسي؟ نعم التحسس الغذائي يعني إذا أنا عندي حساسية من أكل معينة وكليتها ممكن الحساسية تضرب أي مكان لأن صحيح. الحساسية عبارة عن شو؟ عبارة عن ردة فعل جهاز المناعة لشيء المفروض جهاز المناعة ما يعني يرد فعل صحيح. عليه بس هو بالغلط أو فاهم غلط أو مو مستوعب الموضوع يعني أنا مثلا كلت مثلا أو شربت حليب لأن الحليب جدا شائع كحساسية عند الأطفال صحيح. شربت حليب على طول تسوي الحساسية ممكن تضرب في اليلد ممكن تضرب في الأمعاء أو تعطي ترجيع أو سهال وانتو بكرامة أو ممكن تضرب في الرئة ممتاز. ساعات يعني يجيني الطفل يكون يكح مدة طويلة أو مثلا في صوت صفير في رئته مدة طويلة ويكون طفل صغير يعني صحيح. هذا ما له علاقة بالربو يكون له علاقة بالحساسية ممتاز. عندنا مكالمة سامعيكم صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أخوي منو معانا؟ طبعا عليكم بالخير وعلى جميع المتابعين تابعونكم. شكرا لك. تفضل عبد الرحمن. ياك هلا أخوي عبد الرحمن. عبد الرحمن اختصر لي لأن الوقت خلاص بدأ يأخذنا بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله حوارين. أنا سمعت وتكلموا عن التدخين. هل المقصد إن ما تدخن والأطفال مدخنين عندك أو إنك أنت أصلا ما تدخن داخل البيت يعني هل ممكن إن بقايا الدخان هاي تظل
حتى لو راح الدكتور روحه تظل البقايا او اشياء ممكن يستنشقها الطفل بعد ما يدخن مثلا والدهم او حد من اهلهم. واضح سؤالك واضح، نعرفه وننبه عليه الناس ان شاء الله. السلام يا عبد الرحمن، شكرا لك اخي عبد الرحمن. سمعت السؤال دكتور؟ هي سمعت. شكرا عبد الرحمن على مشاركتك وسؤالك جدا مهم. انا صراحه اقضي وقت من العياده بس عشان افهم الاهل هاي النقطه، خصوصا يوم عندي اطفال ربو. المدخن سواء يدخن داخل البيت او خارج البيت، يعني يجيني الابو اسال انت تدخن ولا لا، لان التدخين من المؤثرات الخارجيه اللي تزيد اعراض الربو او مثلا تاثر في الربو وأعراضه عند الطفل. فأسأله إذا أنت تدخن ولا لا، يقول لي لا، أقول له مو لي، يقول لي أدخن برا، يعني أنا ما يخصني في عيالي أو في البلكوني. يقول لي تدخن. التدخين ينتج منه غازات محترقة، هاي الغازات المحترقة تكون ما تلتصق في أي جزيئات ثانية، ما تتكون أي مكونات ثانية، تكون بروحها في حد ذاتها جزيئات في الهواء، وهاي الغازات المحترقة لها خاصية أن تتم في الجو والبيئة لفترة طويلة. أنا بدخنها بتدخل رئتي، لما بتكلم بنشر هاي الغازات المحترقة في المكان اللي أنا متواجدة فيه من غير أنا أكون هالة حواليني من الغازات المحترقة، أنشرها وأنا أمشي أي مكان. صحيح. أسير فيه، وبمجرد ما تنتشر أظل في الأجواء فترة طويلة. أنا أتكلم عن أسابيع وشهور. فما بالك إذا أنت تدخن يوميا خارج المنزل وتدخل وتيب هاي الغازات المحترقة اللي يستنشقونها دايركتلي أطفالك. عادة ننصحهم بأن يأخذون شاور قبل ما يدخلون، بس ما يشل نسبة كبيرة من الغازات المحترقة بس مو كلها. صحيح. طيب. دكتور نحن بس بنجاوب على الأسئلة الجاية إن شاء الله بشكل سريع، وبعدين ما نرجع لموضوع نحن نبغي نتكلم فيه. جزاك الله خير دكتور ندى، أول ما بدأوا التسجيل في مركز البرشة كلمتيني، شكرا لك. كيف أتعامل مع شخص حصل معه ضيق تنفس في المنزل، وبعض المرات تكون الطريقة بسيطة مع زحام الطرق وتأخر الإسعافات نفقد أعزاء علينا. ها دكتورة. نعم. بعد سؤال جدا مهم، وهذا طبعا باختصار ناخذ إن شاء الله نأكد عليه وننوه عليه في العيادة عند مرض الربو. عند مرض الربو، مرض الربو أنواع، أو مرض الربو أنواع، وطبعا حدته هي اللي تحدد النوع. النوع الحاد ممكن تيلهم الأزمة في لحظات وممكن تأدي إلى الوفاة إذا ما نقذناهم، فالتعليم والتأهيل في هاي الفترة جدا مهمة. ننقذه بحيث أن يعني عندنا البخاخ اللي هو الفنتولين اللي هو موسع الشعب الهوائية، هذا يساعده أن يوسع شعبه الهوائية ويأخذ الهواء يعني بطريقة بها. طبعا لازم الإسعاف يكون متواجد، خصوصا إذا عند قصة سابقة وهيستوري أن يتأزم من قبل. وطبعا على حسب هل هي الحدة مرتبطة بالحساسية ولا مو مرتبطة بالحساسية، بس هو الفنتولين، وطبعا عندنا الإبرة وعندنا دول حساسية، هذا اللي يساعد لين ما يصرون المستشفى. طبعا لما تكون أزمة حادة لازم يجون المستشفى أو لازم يطلبون الإسعاف. صحيح. نعم. طيب يقول أنا كنت أدخن سوري الأهم من ذاك زيغتيني دكتور أن نخلي الربو مستقر عشان نتجنب هذه الأزمات. يعني العلاج الأول والأخير أن نحن نسيطر على أزمات الربو من خلال العلاج الدائم. في هاي الحالات ما بتينا الأزمة أصلا إذا نحن معالجين ومواظبين على العلاج. ممتاز. وهذا هو العلاج رقم واحد للأزمات إن شاء الله. سوري خوفت. أنا كنت أدخن سابقا والحين امتنعت حوالي 16 سنة، لها آثار جانبية. هذا واحد من المستمعين أرسل لنا هذه الرسالة. هني في تقول أم المدخنة وبالذات الأمهات اللي شيشن وهن حوامل، شو تأثير على الطفل؟ دكتورة وايد من الأمهات ما يعرفن خطورة هالشيء. وتكمل على هذا السؤال في الأكاونت الثاني يقول هل إكثار المرأة الحامل من استخدام مكملات البيت فيتامين سي أثناء فترة الحمل سبب أن الطفل يصاب بحساسية الجهاز التنفسي؟ المرأة الحامل والجهاز التنفسي عند الطفل
دكتور. المرض المرأة الحامل الجهاز التنفسي أهم شيء إنه ما يكون في تدخين، لأن في دراسات كثيرة مرتبطة بالتدخين والجهاز التنفسي عند الطفل. من غير المرأة الحامل الجهاز التنفسي إن نحاول تكمل فترة حملها أطول فترة ممكنة عشان ما تجيب لنا طفل خدج ويدخل في تعقيدات الجهاز التنفسي وهذه الأشياء. فيتامين سي وعلاقته بالجهاز التنفسي، أنا آسفة ما عندي أي فكرة وما ظني في دراسات تربط بين فيتامين سي، بس عامة نحن ما نكثر من فيتامين سي، هو زين ومفيد وزين للفيروسات في هالحا، بس ما نكثر منه وما نعطيه بشكل طبيعي دوري للأمهات الحوامل، مو ضمن الفيتامينات الموصى بها الأم الحامل. ترى تفضلي ساعتك، تفضلي هذا السؤال اللي انت المفروض هو ما يعني مش من الفيتامينات اللي ناخذها بشكل دوري ونعطيها للأمهات الحوامل بشكل دوري، أخذها فترة بسيطة خلال فترة الفيروس أو الرشح ماشي مشكلة، وبكميات معتدلة ما تتجاوز الحد المعقول. طبعا دكتورة جزاك الله خير، ندى أول ما بدأوا التسجيل في مركز البرشة كلمتني وحق الحج، جزاك الله خير دكتورة ندى. عاد تستير الحج تدعي لي أخوي، ها تدعي لنا أهم شيء، حتى حق محمود يدعي ما في مشكلة. طيب شكرا. تفضلي دكتورة، في شغلة أنت كنت تبغين تتكلمين عنها. هي وأنا حابة أستخدم منبركم هذا عشان أنوه على هذه الشغلة، لأني صراحة يعني أنا مارست تخصصي خارج الدولة فترة قبل لا أرجع البلاد وأخدم بلدي فيها، اللي هي الأطفال اللي يستنشقون أو يشرقون بالأجسام الغريبة أو بالأكل. أنا ما أبالغ إذا أقول يعني كل أسبوع عندي حالة أو حالتين طفل شارق بأكل أو بلعبة أو قطعة لعبة أو شيء في رئته. عادي يوم بتفرج الولد عند الخدامة ولا أبدا مش عادي. ما لخص عن الخدامة، الطفل ترى بلعه في ثانية ممكن يستوي، وشيء أنت ما بحط ببالك يعني أن يحطوه في خشمهم أو يبلعونه أو يحطوه في إذنه. دافعي جدا خطر، ويعني أنا أستغرب من عمر الأطفال اللي يوني، يعني أطفال أقل من عمر السنة. طبعا في أطفال كبار يوني وفي حالات معقدة يتني، وحتى في كبار يتني احتجت أنا أساعد فيها، مع أنه خارج نطاق التغطية مثل ما يقولون، بس أني احتجت أساعدهم فيها. يعني الطفل طبعا في الطوارئ يوم في الطوارئ، وفي حالات أدت إلى الوفاة لأن يوصلوا متأخرين وما قدرنا ننقذهم. هو الجسم الغريب إذا دخل القصبة الهوائية ترى يسدها، وكل ما كان الجسم الغريب أكبر كل ما سد القصبة الهوائية تماما يعني، وما في مجال للهواء يدخل. ومرات لا يعني يكون في مجال بس يدخل ويسبب مشاكل ويسبب التهابات وحتى تغيرات في القصبات الهوائية. هاي التغيرات ممكن تظل فترة طويلة. تيني حالات يعني الأم تكون عارفة أنه شرقان في شيء، وتيني حالات والله ولا يدرون وتمر عليهم فترة طويلة، بس هاي اللي فترة طويلة يعني تستوي وايد مشاكل نحن في غنى عنها في الرئة. فحب أنوه أن الطفل أقل من عمر 5 سنوات ما نعطيه مكسرات، لأنه ما يفهم شو يعني مكسرات، مو بلازم يطعمها، مو بلازم يأكلها يعني، لأن هي المكسرات هي من الأكلات الشائعة اللي الطفل يشرق بها وعلى طول تتخرقها وتسبب مشاكل، فما له داعي أعطيه، أو مو بلازم تكون عندي مكسرات في البيت، خصوصا إذا عندي أطفال تحت عمر 5 سنوات. الألعاب الصغيرة والقطع الصغيرة إذا عندي طفل في البيت يعني أحاول أراقب طول الوقت إنه ما يشرك فيها. أنت لا تحاتين دكتور، ترى يوم أشر عليه يعني أنا معصب عليه، يقول خلص الوقت وصل، خلي الدكتورة تكمل على كيفة، ما حد يقاطع. الموضوع مهم ويعني أحس لازم الأمهات ينتبهون لهذه دكتورة. لحد نبغيك معانا في أكثر من حلقة إن شاء الله. ما شاء الله حلقة جميلة جدا وفيها الكثير من المعلومات، وأنا أحس ما غطيت وايد مواضيع، وايد يعني مواضيع ما قلنا. لازم تعرفون أمراض الرئة والجهاز التنفسي هي أكثر أمراض شيوعا عند الأطفال، تغطي تقريبا 60-70% من أمراض الأطفال عموما. فلنا نحن تكلمنا ترى جزء بسيط جدا. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا يشرفني أكون معاكم مرة ثانية. شكرا لك دكتور، لازم أنهي الحلقة. شكرا لك دكتور ندى.
مشكورة. شكرا لك. باكر ويانا ولا لكم. عشان نسوي حسابنا يمكن بس يمكن هي يمكن لا ان شاء الله يمكن مفاجأة مفاجأة. مشكورة لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك دكتورة فاطمة جاسم استشاري أمراض الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفى لطيفة. أفضل برنامج عربي علمي غير مستنسخ. كفو عليكم محمد البستكي. شكرا لك دكتورة ندى. متى موجودة في العيادة عبد الرحمن الحصاي يسأل. زين عموما شكرا إن شاء الله. شكرا لك ميرا الغفلي اليوم معانا في التنسيق كانت وما قصرت. شكرا لك عيسى سبيل وسامحنا عاد غثيناك. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. ما أدري بروحي حد وياي الله العالم لكن دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.